السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ احترافي مع نعيمه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي هي الشهده بالابيض، كتجي غزاله بزاف بالشيشه. كنتمنى تجربوها وهانتوما غتشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي غزال بزاف، راه غتعجبكم. هانتوما شوفوا كتجي غزاله بزاف الشيشه. هانتوما دابا غنمشيو للمقادير بطريقه في نفس الوقت. نبداو على بركه الله. عندي هنا 750 غرام ديال الدقيق الفورس اللي هو مزيان، ماركه مزيانه مغربله، اذا بحال لا قول كيلو لا روب. كاين شي كاين بعض الفرص كيكون كيبان بيض، وكاين بعض الفرص كيكون عادي ما كيكونش. وراه شوفوا نتوما الماركه مزيانه، انا راه كنستعمل دياموندا احسن ماركه، كنتمنى تستعملوها حتى نتوما. عندي هنايا جوج خمارات من فئه 8 غرام، عندي هنايا واحد فاني، عندي السيترو ديال الحليب دافي، عندي كاسونس ديال زيت المائده، العبار بكاس ديال العنبه، عندي كاسونس ديال سنيده، عندي خميره فوريه تقريبا الجمعة الكبار، عندي الملحة. دابا غنبداو ان شاء الله. غادي ناخذ العجانة، واللي بغى يعجن بيديه يعجن. غادي ندير الخمارات لا انا غادي تعجن العجانة صافي ما خربتهاش. نزيد فاني سنيدة خميرة، غادي نحاول نخلطو مع الكبدية. غادي نزيد الزيت، غادي نديرها تخدم واحد شوية غير على ما تخلط هاد الزيت هادو، عاد غنبقى نزيد الحليب شوية بشوية. غادي نحاول ندير داك الجلد غير بشويه، غندير شويه بشويه. دابا غنبقى نزيد شويه الحليب شويه بشويه. نزيد غنخليه واحد شويه، ربما يكون حيت بعد خطرات كيكون الطحين ما كيشربش. صافي دابا غادي نكتفي بحال هكا. غنوريكم هانتوما من داك السيترو شاط لي هاد نص كاس. هانتوما ودابا غادي نخليها هانتوما راه غتجي جاريه. شوفوا كيفاش جات، غنخليها حتى تخمر وعاد نرجع لكم. دابا هي خمرات، شوفوا كي ولات. المره الاولى راني زودت لها النفس ديالها، ودابا هذه المره الثانيه. دابا غادي ناخذها دابا كنزول داك الهواء ديالها. انا عاودتها غير باش ما نطولش عليكم فيديو راه فاش خمرات. المره الاولى زودت لها النفس، هذه المره الثانيه عاوتاني. هانتوما شوفوا كتجي كتلصق شويه في اليدين.
هانتوما. دابا غادي ندهن واحد هذا وغندير فيها خديت هذا عندي انا هذا هو دهنتو. دابا غنبدا ندير خبيزة صغار وناخد الزيت ونبقى ندهن يديا بنهز غندير بحال هكا وغادي نحطهم هنايا نحاول نضغط عليهم هكا غادي تحاولوا ما تحطوش حدا حدا وحده بالضبط كتحطوا وحده وكتخلي واحد شويه ديال السباس هكا وكتحطوا الاخرى انتم لان الا مشيتو حطيتو وحده حدا وحده راه تقدر تخمر لكم ولكن من الداخل غتبقى لكم معجنه وما غاديش ملي غتخمر ما غاديش تعطيكم واحد تعطيكم واحد القهوه مزوين ملي كتبقى بحال هكا وتعطيكم واحد الهشاشه وإلا خليتوها بحال هكا ملي كتخمر كتولي تلاصق وحده حدا وحده كتلاصق وكيكون عندها واحد السباس كتخلي لها هذيك التخمر ديالها فين كتخمر هاد الشيء اللي عطيتكم هنا القياس اللي عطيتكم 750 غرام راه كدير جوج وحدات تحاولوا ديروهم قد قد يكونوا كبيرات قد قد باش يعطي واحد المنظر زوين هانتوما دابا غادي ندير العكس كل الخاويه ما بين وحده وحده غنحط وحده هانتوما فهاد البلاصه شتي هنا ودائما كيبقى واحد كنخلي واحد ما بين وحده وحده كنخلي واحد السباس هانتوما هنا وحده هنا دابا نحط وحده هنا نحاول نضغط عليهم هكا غادي نزيد وحده الوسط صغيره صافي غندير وحده صغيره هنا الوسط هانتوما شفتو ولكن تاهي كيبقى فيها كيبقى هاد السباس ما بيناتهم شفتو ما درتهاش كبيره باش ملي كتخمر كتجي غزاله بزاف وكتجي هشيشه غادي نعاود ندير وحده اخرى حيت هادي هاد القياس اللي قلتكم كيدير جوج وحدات غندير الاخرى وغنخليها حتى تخمر ونرجع لكم صافي بعد ما خمرات هانتوما كتشوفوا الضعف الحجم ديالها هي دابا انا خديت هنايا بيضه بالنسبه لهاد المكون اللي غندير اللي قلت لكم ها هو دا زوين بحال الا عندكم نيسكويك دير نيسكويك لان راه كتخلي واحد اللون في هاد الشهده كتغزال بزاف دابا غادي ندهنها نحاول ندهنها بشويه ما كتخليش الزفره في البيض
دابا غنجيب الجنجلان غندير نحاول ندير غير وحده بوحده باش ما كتجينيش ديك الشهده هكا بالجنجلان المطليه ما كتجيش زوينه وكتحتاج واحد المنظر زوين. هادي هاد الصغيرة غنعمرها كاملة هانتوما. بالنسبة لهذه الأخرى ملي غادي نصايبها غادي نخليها غادي نطيبها تنطيبها وملي غطيب عاد غندهنها وندير لها اللوز إيفيلي. دابا غندخلهم الفران درجة الحرارة 160 ونرجع لكم. الشهادات ديالنا هما بعد ما طابو هانتوما تشوفو كيفاش كيجي واللون ديالهم غزال بزاف هانتوما. هادي دابا غادي نسقي هادي بالعسل نحاول نسقي هكا بجناب وهي سخونة. وإلا كانت مثلا الشهدة باردة يمكنكم تسخنو العسل كتجي غزالة بزاف. نتوما على حساب شوفو نتوما على حساب الرغبة ديالكم الا بغيتو العسل السقيمة بالعسل ما بغيتوش خليوها هكا. بالنسبة لهادي غادي ندير لها غادي ندهنها غادي ندهنها بالعسل وفي نفس الوقت غادي نسقيها حتى هي نيت. باش يشد ليا فيها العسل من الفوق حتى ديك الساعة غادي نسقيها. باش نقولكم باش شد ليا العسل باش شد ليا اللوز ودابا غادي نسقيها. كنتمنى الوصفة اليوم تنال إعجابكم ونجربوها ما غاديش ندمو. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. نتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله.